مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، قناة الشعب، قناة صوت لبن، لا صوت لا، قناة المظلومين وفضح المستور، وتبين الحقيقة كما تشاهدون معنا مواطن يعني عبد الله الملقب بود القنيطري. كما كتشوفوا انه سول على الاثمنة ديال الحوالة وعرف ان الاثمنة يعني انهم طالعين لواحد الدرجة كبيرة. كتسمع 5000 درهم، 7000 درهم، 6000 درهم. عبد الله قرر انه يخرج ويدوي اليوم، انه قال لك اسيدي انه ما غاديش يعيد، وغيعيد غير بكيلو ديال اللحم، بظروف انه هذا العام هذا اللي عادوا 30000 40000 راه ما معيتش. السلام عليكم مشاهدينا. بالنسبه للعيد ديال العام هذا، مشينا نسولوا البارح، مشيت تسولت كنسمع 6000 درهم، 5000 درهم، بزاف بالنسبه لنا حنا، ما كاع في الاستطاعه ديالي. بالنسبه لنا نحن الدراويش كاع في الاستطاعه ديالنا، 5000 درهم 6000 نعيدو بها. بالنسبه لي العيد انا ما غنعيش، غادي ناخذ كيلو ديال اللحم انا والوليدات نعيد به، بزاف عليا حد 7000 درهم ولا 6000 درهم. وانا بالنسبه لك الحولي لك 40000 ولا شنو، ماشي مشكل نتقداو نعيدو به، ولكن 7000 درهم 5000 6000 درهم بزاف عليه. زيد السعر ديالو، زيد الفاخر ديالو، زيد البصله ديالو. كيما لي اغلبيه الدرويش ما غايعيدش هذا العام. بالنسبه لي هذا العام نتظروا خير، هذا العام صدق واد العام كنا كننتظروا الخير، غيكون احسن من العام اللي فات. هذا العام طالع العام اللي فات، انا تصور قضيه العام طالع اكثر من العام اللي فات، وتصور العام هذا مشيش مش خروف. هذا داخل لهم ما حدش حدا داخل من الصباليون، خلي اشرف محمود دنك الصحفي اللي كاين على اليوتيوب على الانستغرام ضرب لي الاحصائيات، داخل ما 300 درهم الخروف ما شحال هنا كيبيعوا فيه ب 46000 حتى 40000 حتى 50000. اللي ما نحملوا المسؤوليه، راه نشوفوا هادشي كامل كنلقاو من المسؤولين شادين البلاد، بالنسبه للوزاره، بالنسبه اللي شادين الامور هادي. وراه السيد لاناصر كيبقى في العرش ديالنا، راه مالكنا هذاك، هو كيعطف علينا. بالنسبه لي انا اقسم بالله العظيم وربي شاد علينا، وخلينا سيدنا في رئيس الحكومه، راه مرة كيعطف علينا. حنا اش غنديروا اتاخرنوش كتبش عليك الصالح، نخرج من ديريكت هنا، جوعنا صعب بزاف. والو الدرويش ما يعيطش هذا العام، حشومه حشومه حشومه، عيب. ملكنا تغلب مسكين تقهر، شحال الدوز كيعطي في الدعم، الله يشافيه من هذا اللايف هذا. حنا نقيدكم شويه صح، واش ولدك يقرا في فرنسا باش تقرا في السبليون، واش درويش ما يعيش؟ احنا ولاد الدراويش اللي كنخرجوا الشارع نقولوا عاش الملك، ماشي ولاد الاغنياء اللي كيقولوها، ولاد الدراويش اللي كيقولوها. هاد القضية عرفها، راه ماشي ولد أغنياء، ولد أغنياء تابعين للماسونية، ممكن يتغدى في السبليون، وممكن يقرا في فرنسا، وكيحلوا للشعب ولد الدراويش، حنا كنخرجوا عاش الملك. فهمتيني؟ والله خيرنا سيدنا، وهاد الناس اللي كيطيروا في هاد العام هذا يحاولوا يرخفوا لنا الثمن شوية، باش نعيدوا مع وليداتنا، باش نعيدوا مع وليداتنا، وكلشي يعيد، ماشي بالنسبة لي أنا، أنا بغيت كلشي يعيد، كاع الدرويش يعيد. كلشي اللي ما عندوش يعيد. كنطالبوا من المسؤولين الله يجزيهم بخير يحاولوا يديروا اي تخفيف بالنسبه للتخفيف للحواله، وبالنسبه اللي عاوتاني صحاب الناس الاعمال اللي عندها الفلوس فهمتيني، يحاولوا لي اللي ما كانش نتعاونوا بعضياتنا وقت الخير بهاد المناسبه ديال العيد. الناس اللي عندها الفلوس اللي باغا دير الخير، راك اللي عنده المناير كحله صاحبي، حنا ديما نحن المسؤوليه، المسؤول ديما حنا المسؤول، الرباط ديما فانا المسؤول الابر من الناس اعمال اللي عندهم فلوس الجديده فانا هما نسبه نسبه للجديده. كاين الناس عندهم بلا مسميهم هما، راه كاين شي ناس نقدر يدعموا جديده بكل شيء لها. وعاوتاني نمشوش بعاد كما قال حد السؤال، قال اخ دابا دابا راسون على التليفون مشى، واش البوطه كانت ب 40 درهم ولا 1000 ريال؟ راه الدرويش تغلب، راه الدرويش تغلب. كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، وكنطلب من ولي العهد سيدنا عافو الله يشافي من هذا اللايف هذا، كنطلب من ولي العهد ومولاي رشيد يحاولوا يتعاونوا مع الدرويش، يتعاونوا مع الدرويش. راه بزاف تقهرنا، وعاش الملك وعاش الملك، الله ينصر.